هاي جايز، مثل ما بتعرفوا العدسات الملونة كتير ترندي هالأيام، سو اليوم رح فرجيكم كيف نغير العدسات from day to night. سو أول شي استخدمته لحضر البشرة قبل ما نحط الفاونديشن، أول منتج بتستعملوه هو هيدا اللي هو بيعتبر مثل البرايمر. It optimizes the skin، بيعمله smooth، سو أول شي لازم تحطوه هو دايما البرايمر. تاني منتج دغري من بعد البرايمر هيدا هو هيدا الماجيك فينيش، فيكن تعتبروه مثل كريم أساس، فيكن تعتبروه مثل كريم بتحطوه to smooth السكين تبعكن قبل ما تحطوا الفاونديشن. بما أنه رح نبلش بالday look، so اخترت the nude eyeshadow palette من هدى بيوتي because it's perfect صراحة for your day looks. next step هي نحط المسكارا. نقيت هيدي المسكارا اللي هي الكلايماكس from NARS. هيدي بتعطي natural length volume وكتير منيحة for the day look. هيدي الست من Pinky Gold. حبيت هيدي الست لأنه فيها كذا variety، تجي ست واحدة وممكن تلبقوهن حسب الday look حسب النايت look. سو لهيدا اللوك اللي حنعمله رح اختار a natural set. سو نقيت هيدا الليكويد بلاش، البينك ليكويد بلاش من NARS، it's a best seller. ونقيت السيجما برش، رح ادمج الليكويد بلاش على التشيك والتشيك بونز تيعطي هيك a very nice blush pink look for the day. نقيت هولي الليكويد مات ليبستيك والليب لاينر من هدى بيوتي، اثنيناتهم بشيد وايفي. سو للدي لوك نقيت اول لون اللي هو ان ديزرت روز. ديزرت روز معروف عنه انه بني اكثر، هلا انا عيوني بني بس بدي ابرزهم اكثر وبين البني هيك شوي افتح، فرح فرجيكم كيف رح يطلع اللون علي. هلا the next thing رح نعمل هو انه to upgrade the look، رح نعمل شوي afternoon tea look. stay tuned لتشوفوا كيف رح نغير اللوك to an afternoon look. اول product رح استعمله to upgrade the look هو هيدا ال eye pencil من Urban Decay. رح استعمل اللون البني لسبب، لانه اللينس اللي حستعمله باللوك الثاني لل afternoon look رح يكون على green، فحلو انه ندمج with a little smoky brown smoky eyes ونستخدم lenses اخضر. من بعد ما حددنا العين بالايلاينر، the next step هي انه نغمق الاي شادو شوي. رح استعمل نفس النيود باليت اللي استعملتها باول لوك من هدى بيوتي. next thing رح استعمل هيدا الليب جلوس على ماي ليبس تعطي هيك شوية دراماتيك لوك. هلا وصلنا لتاني لانس نقيتها لهيدا اللوك واللي هو in shade panther eye. رح تلاحظوا هلا انه this is more green تنعطي هيك شوية افكت حلو بما انه هو afternoon look. سو لنعمل الايفنينج لوك اول شيء قمنا الرموش اكيد وقمنا الليب جلوس والليب لاينر اللي كنت حطته. رح استخدم الروبي اوبسيشنز باليت من هدى بيوتي تنعمل سوبر دراماتيك اي لوك. بما انه عم نحكي ايفنينج لوك رح نستعمل شوي شايني اي شادو، رح نحدد العين بالاي لاينر وفاينلي رح نحط البيت اوف هيك دراماتيك كلر اون ذا ليبس وبالاخر نحط اللانس. سو مثل ما شايفين هلا عملنا a dramatic eye look وحطينا ال cat eye كمان، رسمنا العين، استعملنا الكحل cream eyeliner وكمان ال sigma eyeliner brush. for touch up استخدمت هيدي الباليت من ميك اب فوريفر اللي هي كثير مهمه انه تعملوا تاتش اب تحت العين، لانه انتوا عم تحطوا الاي شادو ممكن اكيد ينزل تحت العين، فكثير ضروري انكم تنظفوا وتعملوا هيك سموث فينيش للعين. هلا صرنا جاهزين ان نحط اخر لانس واللي هي نقيتها ان جنتل جراي. مثل ما شفتوا صار عندنا ا دراماتيك لوك
وانتروا لتشوفوا كيف رح يكون الفاينل لوك مع The Amaya Lenses. هذا كان الفاينل لوك، ان شاء الله تكونوا حبيتوه. عملنا 3 ديفرنت لوكس اليوم باستخدام 3 ديفرنت لانسز من أمارة. ما تنسوا انه فيكم تلاقوا كل البرودكتس عندي موجودين بالبوتيك. ثانك يو.